اذا ما كان لازم يكون فيرست بيك، اذا ما كان مهم يعني. ممكن نشوف ماشا للمره الثانيه كجنجلر اللي شفناها امبارح بيلعب فيها ايزن، الجيم اللي خسروه الجي اكس كان هو ماشا، فهل راح نشوف ماشا كمان مره؟ او الحب دايروث اللي من جديد صاير جنجلر بطريقه حلوه، صرت استخدمه بشكل كبير بالرانك، فهل راح نشوف ماشا؟ يب اوكي باكس الجنجلر تبعهم، اوكي تانكات متت التانكات احنا فيها حاليا يا الشعب، فمع التحديثات الجديده باللعبه التانكات صارت متا، ممكن تشوف جروب جنجلر، ممكن تشوف باكسيا مثلا جنجلر، حاليا الجنجلر تبع الاوغيري فاميلي راح يظهر. صراحه باكسيا او باشا واحد من الهيروات اللي اول مره اشوفه يستخدموه كجنجلر صراحه، ممكن عندهم فكره فريق الايزي ممكن يريدون يكونترون ازميرالدا والجنجلر بشكل عام، بس صراحه احنا شفنا كماشا يستخدموها كجنجلر، بس مع باشا هذا الموضوع شويه جيد، واذا تنتبه يا عبود فالحدث عندهم كلينت ويا يوزون كل واحد راح يلزم لين، المد راح يكون مفتوح، فاحتمال تكون انجيلا هي المد لينر مال الفريق، لان الضرر السحري اذا نشوفه عندها تقريبا شبه معدوم، احتمال ماشا هي الروما. ممكن انا بتوقع انه راح يكون كلينت في الميد لين، انجيلا راح تكون هي السبورت تبع الفريق، اما ماشا ويوزونغ راح يكونوا سايدات. طبعا هذا الاشي بيعتمد على فريق الايزي كيف راح ينظموا اللعب، على الاغلب انا بتوقع بنام ضده ايف في الميد، فالاغلب راح يكون ايزي راح يلعبوا في كلينت في الميد جيم او في الميد لين، فخلونا نشوف الجنجلر قرروا يروحوا روجر فريق الأوغيري فاميلي، فراح تكون مباراة صعبة على الفريقين مع جنجلر جديد أول مرة منشوفه اللي هو باكسيا مقابل روجر الجنجلر القوي اللي معروف في البطولة. فيا كيوبي حسب البكات توقع لنا أنت برأيك مين ممكن يفوز؟ صراحة بكات الإيزي غريبة، وإذا قلت إذا مشينا على الخطة ماتك يا عبود، فإذا كلينت راح للمد فصعب إنه يكونترون بيتريكس، يعني حتى لو ماشا لو البلاك دراجون فرق الرينج اللي عندهم راح يسبب لهم مشاكل، فما نعرف شنو الاستراتيجية اللي يفكر بها ايزي، ما نعرف الاستراتيجيه اللي دا يطبقها، هل يا ترى ممكن تكون ميتا جديده، ممكن نشوف استراتيجيه فكروا بيها ويحاولون يكونترون فريق الخصم، خلينا نشوف يا عبود. والفريق راح ينقسم عبود المافلك في البط راح يكون يوزونغ مقابل مفروض الزميرالدا اللي هي الفايتر تبعهم بالاكس بي لين، كالطبيعي راح يروحوا على الجولد لين اللي هو راح يكون كلينت مقابل بياتريكس، اما في الميد على الاغلب راح تكون انجيلا، وراح يكون الرومر تبعهم اللي هو ماشا اللي راح تعمل جانج بسيط على روجر حتى يستخدم الريتري تبعه، مع التحديث الجديد لماشا راح تكون قويه فراح يخرب عليها شوي. اوكي ماشا دا يحاول ممكن ياخذ البلو باف او يجبره حتى يستخدم الريتريبيوشن مالته، بس دا يبلع دمج مومو هوايه، دا نشوفها تانكي قوي كلش مثل ما تشوفون مومو، انجتي انجيلا حتى تساعده وصراحه قدر يهجم، بس ما اعرف هذا الشيء اذا باخره او ساعده شويه، فمثل ما تشوفون الريتريبيوشن مال فريقين موجودات، روجر حتى مع الضغط اللي صار ما اخذه، وحلو منك يا روجر قدرت تاخذ الجرين باف بطريقه سريعه. كان ممكن انه ماشا استعجلت شوي بانها تهجم على الباف تبع روجر اللي خلاه انه ياخذ راحته وتتدمج بشكل عالي وتضطر انها ترجع، بس ازعاج حلو منك يا مومو، قاعد بحاول يزعج فريق الخصم حتى روجر ما يفرم بشكل سريع، بما انه معهم تانك راح يكون شوي بطيء بالفارمينج، مع انه المهارة الثانية وحلوة كلينت فات لبياتريكس اندر تاور بياتريكس لو، بس قررت انها تتراجع لورا وتعمل ريكول، مع ماشا برضو قررت انها تعمل ريكول. في البوت راح يكون الوضع هادي، حرب باردة راح تكون بين يوزونغ وازميرالدا، ما راح يكون في كلات على الاغلب، اما الحرب راح تكون في التوب راح تكون بين بياتريكس وكلينت اللي على الاغلب الجانجات راح تكون لعندهم، وروجر حاليا اللي هو جين ممكن يقنق على كلينت. صراحة ماشا فكرت انه ياخر روجر اتوقع ما نجحت بالطريقة اللي يريدها، راح يجمع عليه البلاك دراجون بالبوت، خلونا نشوف اذا راح يقدرون يقتلون ازميرالدا، فاتوا جوا التور وممكن يسويها، وبالفعل فيرست بلاد راحت بالبوت مثل ما شفنا على الخريطه. فا اوكي انجيلا تحاول انه تساعد يا الشعب، جينا هنا بروجر دا يحاول انه يضغط على الخصوم على التوب لين بما انه كلينت، فاتوقع ممكن يكون فريسه سهله. الى الان الميد لينر لصالح فريق ايزي هي راح تكون انجيلا، اما بالبوت فراح يكون روجر حاليا عند الترتل مع وجود باكسيا، ممكن نشوف حرب عند الترتل او تيم فايت مع وجود ماشا اللي تعتبر تانكي نوعا ما في المباراه، مع وجود انجيلا اللي هسه او حتى فعلت الالتيميت فراح تفيد فريقها بشكل كبير، موجود بياتريكس في التوب راح يقدر يعمل هجوم حلو على المينيون، وممكن يقدر يساعد الفريق بالتالي لانه قدر ياخذ اللين تبعه، فبنشوف الوضع هادي عند الترتل، بنشوف ما في هجومات البلاك دراجون، بحاول يشيك الترتل وينزل على البوت لين تبعه، ممكن نشوف تيم فايت بعد شوي مع وجود الترتل. اوكي ده نشوف مومو ده يلعب بماشا بطريقه حلوه، انه ده يلعبها كتانك او كرومر نقدر نقوله، بالتالي عندهم
أفضلية بالتيم فايت وراح يكون عندهم دمج حلو بما أنه راح يختار دفاعات تزيد الصحة مال ماشا. فأنجيلا موجودة همينة أخونا أوزو. أوكي البلاك دراجون راح يفوت، سلطان خلى الخصم يرجع، شوف هيبة البلاك دراجون من يفوت على ثلاثة طاهم نوكاب، ممكن يسوي بالباسف يصيد الإيفاد باشا دا يحاول إنه يجيب واحد من عندهم. أنجيلا ضربات الألتيميت مات، بس ماشا راح تموت من إزميرالدا. جوال وليتا فاتت ضرر، حاولت تقدر وبالفعل طت ستان لكلينت مثل ما نشوف. بيتريكس بعيدة عن الفايت بس بالمقابل راح تاخذ الجولد اللي تحتاجه من الشيلد. شفنا فايت حلو من الأوغيري فاميلي بطريقة منظمة، كل واحد بصير رو كان لو كان يتراجع قدروا يشيلوا مومو اللي هو قاعد بيلعب في ماشا، وقدرت بياتريكس انها تاخذ جولد حلو من التور بطريقة حلوة. جنقها باكسيا بس ما اتوقع انها تكون قتيلة في هاي الهجمة لانه راح يكون عندها داش، وكلينت تأخر شوي حتى يرجع لللين تبعه. شفنا افادة حلوة بصراحة للأوغيري فاميلي بانهم قدروا ياخذوا جولد حلو للماركس مان تبعهم من التور. تيم فايت هم كانوا ربحانينه بكل صالح ازميرالدا على ماشا، وكان في كله حاليا السكور 1-1 وماشا بتحاول تزعج بطريقه حلوه بصراحه بانه يضل سيف ويضل مزعج لفريق الخصم بانه ما يفرم ما يتحرك في الماب بالطريقه اللي هو بده اياها، وبيحاول بما انه دمجه على البفات عالي. كي باشا فات حاول انه يصيد بونج بس فعلت الالتيميت ماتها، روجر تقرب ممكن يصيدها الالتيميت من لوليتا ستان حلو وكل حلوه روجر قدروا يصيدون. تيم وورك حلو من الاوغيري فاميلي، بونج فعلت الالتيميت، سلو افكت حلو، طت الوقت الكافي اللوليتا انه تقدر تعطيهم ستان. روجر فات بطريقه سريعه قدر ياخذ التيرتل بيها. البلاك دراجون راح يفوت، سلطان للمره الثانيه راح يخلي الخصم انه يرجعون، ويا انجيلا ممكن يسويها نوك اب سريع بالباس راح يجي ويا ماشا يقدروا يجيبون كيل. ازميرالدا تحاول انه تدافع عليهم، لوليتا همين روجر بالبيسك اتاك ممكن من مسافه بعيده يحاول يسوي شيء، بس مثل ما تشوفون قدر فعه ويجي بالوقت المناسب، وسلطان قدر يسوي الكفر العالي الكفر اللي يخلي روجر الوحش الجنجل يرجع من يشوف البلاك دراجون ويتقرب من التيرتل. بالدقيقة 5 تقريبا صرنا، التيرتل الأولى لسه ما راحت من ضغط الفريقين، وجود البلاك دراجون وجود يوزونج حاليا مع فريق الإيزي معطيهم كفر كبير على التيرتل. كل ما يبدأ فيها روجر ألتيميت من يوزونج بخليه يرجع، مع وجود ماشا اللي قاعد بتزعج الخصم وبنشوفها لأكثر من مرة بتزعج بالخصم، التيرتل راح يبدأ فيها روجر يوزونج ما معه ألتيميت، ممكن نشوف تيم فايت بعد شوي. بدنا نشوف فريق الأوغيري فاميلي مصر إنه ياخذ التيرتل، وحداني قريب ممكن يدافع عليه، بس صراحة البلاك دراجون صعبة هالمرة ينقذ الموقف عدم وجود الألتيميت ماته، وفريقه همين متوزعين صعبة إنه يفوت على أربعة ويحاول يسوي شيء. ماشا ضربة الألتيميت بس احتمال تتورط، مو مش سويت فتت على واحد، فاتت لوليتا قدرت تطيح ستان، ممكن يسويها روجر ده تحاول إنه تطيش لفت بنفس فات الوحش جن جوا التور قدر يصيده، ده يحاول فعل إنه ينتقم، ده يحاول فعل إنه يوصل له، يلا يا فعل تقدر باشا بس قدر مناورة حلوة يرجع بيها، وكلينت لو راح يتقرب من عند روجر فاد عليه جوا التور ضرب الفيرست قدر يتفادى ممكن يسوي، بس أنجيلا سوته شيلد حلو إيف قدرت تفوت، قدروا يصيدوها البيتريكس ده يحاولون إنه يفوتون على فعل بس ده يهجم على ثلاثة بيها مخاطرة كبيرة راح يضطر إنه يرجع، ضغط كبير من الأوغيري فاميلي على الإيزي جوا التورات ده يصيدون الواحد ورا الثاني، ضغط كبير من الأوغيري فاميلي منشوف تفاهم كبير تطور كبير في اللعب، قدروا ينزلوا أول تور تقريبا أو أول شيل تقريبا من التوب والبوت وقدروا ياخذوا جولد بشكل كبير، ضغط من إزميرالدا حتى في البوت على يوزونج منشوف جانجات حلوة من يوزونج، بس للأسف إزميرالدا إلها الأفضلية، وحداني قاعد بضغط على يوزونج في الميد لين ممكن نشوف ثلاثة من فريق الأوغيري فاميلي بيعملوا ضغط بطريقة كبيرة، وجود روجر بصراحة قاعد بيعمل جانج بشكل سريع ممكن يكون أفضل من باكسيا كدمج وكأسستات إنه يساعد فريقه. منشوف السكورات 2-0-1 لصالح روجر، أما لصالح باكسيا 2-1-0 عنده كلين، بس محتاج التيم إنه يساعده أكثر. إزميرالدا حاولت تفوت تزعجه أو تأخذ البف منه بس قدر إنه يخليها يرجع مع وجود ماشا وجانج حلو من الفريق على الميد لين، بس قدرت ماشا بالسرعة والموفمنت سبيد تبعها إنها ترجع. ومنحاول نشوف في التوب لين إنه في تيم فايت مين ينزل التور أو أول حتى يقدر يساعد التيم تبعه حتى يقدر يجنك في الميد والبوت لين. لنشوف وحداني دي يحاول إنه يضغط السلطان البلاك دراجون بالبوت أكثر من مرة، دي يحاول إنه يسوي كات لين، هذه المرة حاول إنه يجي بس الوقت كلش متأخر. نشوف أربعة من الأوغيري فاميلي موجودين، صعب إنك تفوت يا سلطان ضد هذول الأربعة، سلو إفكت أسطورية ويا ستنات ما راح تنتهي، صعبة حتى للبلاك دراجون إنه يسوي شيء، مو متقرب. وده نشوف التيرتل راح تروح يمكن الروجر، بس الفريقين شوية بعيدين عن بعض، ده نشوف إنه باشا شوية بعيد وهذا ممكن ينطي أدفانتج للتيرتل إنه يأخذ روجر. ده نشوف البلاك دراجون ده يحاول إنه يدمج بالألتيميت بس ما أتوقع إنه
انه يفوت، بس سواه راح يفوت عليهم مثل ما تشوفون. التا ما شدت تحاول تفوت، اجى فعب اخر دقائق راح يحاول انه يهجم البلاك دراجون، سوى اللي عليه بس للاسف راح يموت روجر. بعده انجلا ممكن الثانيه ممكن تسويها، وفاتت حلوه منك يا واحد ثاني، قدر يفوت جوا التوار وصاد واحد من عندهم وراح يطلع بفليكر حلو. دبل كل لصالح واحد ثاني اللي قاعد بيلعب بازميرالدا. بنشوف تفاهم وتناغم بين الكومبو اللي بتعمله ايف مع وجود لوليتا سلو افكت من ايف بطريقه حلوه، بالالتيميت من لوليتا اللي برضه بيعمل سلو افكت بشكل كبير، مع وجود سلو افكت ايف راح يكون سلو افكت عالي مع الستن اللي راح تعطيه لوليتا، فراح يكون فرصه لروجر ولا ازميرالدا انهم يفوكسوا الفريق الخصم ويقدروا انه يعملوا عليهم دمج بطريقه كبيره. قدرت بياتريكس انها تنزل التور التوب لين مقابل كلينت. كلينت يعاني من الجانجات تبعت روجر السريعه، التيميت منها وفليكر حلوه راتت عليه جوا التور ويا الفريق وانجلدا. تحاول انه تضرب التيميت بس ما عاد الالتيميت حتى تنقذك يا كلينت. ثلاثه عليك جوا التور، فايكو بون ويا لوليتا كومبو خرافي جوا التوار صادوه بطريقة حلوة. التمت من لوليتا مع فليكر شفناه بطريقة حلوة، حتى سلو افكت ما اظهرت لكلينت بشكل فجائي، التمت مع فليكر قدرت تعطيه ستان ويفوت التيم انه ينهي الموضوع. الدقيقة 9 والسيطرة الاكبر حاليا للأوغيري فاميلي بكل السيدات تقريبا في البوت وفي الميد وفي التوب لين وحتى بالأوبجكتيفز كترتل وكالورد، ممكن انه اللورد يبدو فيه بعد شوي. اوكي فاتوا عليهم مثل ما تشوفون، فعوا يمودة حلونا صيدون بس الضرر العالي على فعوا راح يقدر انه يتبخر بطريقه سريعه. فات البلاك دراجون ممكن يسويها، استان ورا استان على روجر جوا التور، راح يحاول انه يهجم ويفعل الباسف مات ده، يحاول انه يفلت بكل ما عنده روجر، بس راح يقدر سلطان الوحش يصيد ضرر عالي من الفريق. واحد ورا الثاني من الايزي دي موت، ثلاثه من عندهم تبخروا وتيم فايت قوي. بدنا نشوف سيطره كبيره من الاوغيري فاميلي على الايزي، يحاول انه يصيد ضرب فليكر ده، يحاول انه يتقرب فالكون بالشوتجن مات انه يصيد الماركسمان بطريقه سريعه. بدنا نشوف شوية دا يلعبون اجرسيف الاوغيري فاميلي، عندهم استراتيجية دا تخليهم انه يفوزون عليهم جوا التور، دا يفوتون عليهم ويضغطوهم واحد ورا اللاغبة. صراحة اتوقع وجود فعو بهذا الجيم مو مثل الافادة اللي تعلمنا نشوفها من عنده، يعني مو نفس جنجلر ايزي اللي نشوفها من قبل. كاننا محتاجين انه نشوف جنجلر مقابل روجر عنده دمج عالي مقابل بونز، خاصة اللي قاعدة بتلعب بايف ممكن تحتاج جنجلر يقتلها بشكل سريع او فريق يقتلها بشكل سريع. حتى وجود يوزونج ما راح يفيد، بيفوت في الالتيميت بس سلو افكت ما راح يقدر يوصل لفريق الخصم اصلا. بنشوف افاده كبيره صراحه من الميج تبع فريق اوغيري فاميلي، فرق الجولد يعتبر عالي حاليا في الدقيقه 10، 5000 لصالح الاوغيري فاميلي، ضغط من كل السايدات واربع تورات مقابل تور واحد لصالح الاوغيري، ومومو تقريبا عاجز تماما على انه يجنق او يعمل شيء كوظيفته كالتانك تبعهم والبلاك دراجون. اوكي سلطان راح يفوت يحاول انه ياخذ انجلا، ضربه الالتيميت ماته بس راح يضطر انه يرجع يحافظ على حياته. مومو موجود ده يحاولون انه يصيدوه بس مو مفات اجريسيف هوايه، ما عنده في طريقه انه يفلت بيها، السبيل هم متاخره وراح يخسرون الرومر. كلينت شويه بعيد وصراحه الايزي موقفكم كلش ما يساعد انه تدافعون بعد الفرق النقاط القليله بيناتكم. الاوغيري فاميلي ممكن يسويها وينهي الجيم بسرعه. الاوغيري فاميلي ضاغط بشكل كبير، الايزي بيعاني من ناحيه الدفاع، محتاجين وقت اكبر حتى كلينت يتساوى بالقوه مع بياتريكس ويصير عندهم ماركس مانين. بنشوف الافضليه بشكل كبير كماركس مان لبياتريكس، كجنجلر لروجر وكميد لينر اكيد لايف مع وجود انجيلا، وعجز فريق الايزا عنهم يختاروا ميج حتى انه يدمج ايف. اوكي روجر راح يفوت جوا التور، قدر يصيد الماركسمان بطريقه سريعه ويا بونز. نشوف كومبو اسطوري من الاوغيري فاميلي، فادت لوليتا بالالتيميت بس البلاك دراجون ضرب الالتيميت ماته، ده يحاول يصيد البيتريكس بس فليكر حلو، سلطان ده يحاول بس الفريق بعيد عليه، المسافه بعيده راح يسويها الاوغيري، راح يهجمون عليه الثاني ممكن يتباخر مثل ما يشوفون. وتورات الايزي توقع واحد ورا الثاني الى ان وصلت للبيس، وبيتريكس ويا روجر دمروا احلام الايزي. شفنا انه قدروا ينهوا الجيم بدون ما حتى ينزلوا التور الميد لين والتوب لين، ضغط كبير كان للاوغيري مع اول فرصه لنهايه الجيم قدروا انهم ينهوا الجيم بشكل سريع. شفنا